شوفوا كيفاش نحطوك. ولو ما يمكنش دابا غادي تقول لينا كل هذا الاسبوع نهائيا ما كاينش. كنحاولوا ان كنتيني البارح ومتوخى كان هذا الاسبوع راه ما غاديش نقدر. هذا هو الكلام. كنقولوا حاولنا هذا الاسبوع اللي كنتي في العجاله اسمح لي قبلك نعم، لكن الاسبوع راه ما غاديش يمكن. ولو حنا دابا كنلقينا اشكال في الناس اللي عندنا صافي. قولوا مرحبا الشيخ اللي البارح كتبتيه وكذا خليك ماشي مشكل. انك اصلا كنتيش هذا كتسنى موعد، ولكن باش نستقبلك في هذه الايام وقدي الاسبوع قول يا الله عندنا برامج ديال الناس اللي عندنا الاسبوع الجاي ان شاء الله غادي يكون خير باذن الله. صافي والاخ ياسين هذا ان شاء الله. جزاك الله خير. يرحم والديك. الحمد لله. هذا واجب. هذا واجب. درنا مجهود كثير باش نوصلوا. مرحبا بكم حاجه لاباس. الله يكبر بكم حفظكم. مرحبا بك تفضل الحاج. طيب خير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خير. شكون احنا بجوج ولا المدام؟ كنا مقيوس كل شيء خير ان شاء الله. خير خير ان شاء الله. ولكن المدام اكثر وقتي. اكثر باذن الله. احكي لي على الزوجه، شنو السيده شنو المشكل اللي كتعاني منه؟ المشكل هاد الزوجه مجوزه انا وياها 26 عام. ما شاء الله ما شاء الله. ودرنا وليدات. تبارك الله. الله يبارك فيك. ما عمرنا ما عدنا حد. الحمد لله. ما عمرنا ما حسدنا حد. هذه نعمه الحمد لله. ولكن المراه ديالي اديه من بزاف ديال الناس.
شنو كتعاني؟ مؤخرا عانينا بزاف ديال الحوايج، عانينا بالصداع، عانينا بالصداع، بالطلاق، بالتفريق، بالدراري كي الدراري في الدار كي عندي بخصوص واحد جوج ما كي هما صغار ماشي كبار بزاف ديال 23 عام 16 عام كنشوف انا عادي، ولكن بزاف يفوت عندنا سميتو الضيق، الضيق الصداع في الدار بزاف نوفر بيناتنا ثقاف هادشي كان يلاه شحال باش بان دابا هاد المشكل؟ هادشي حنا كنحسو به من بكري بكري زمان، ولكن والمال كيبقى عارف داكشي كي جاب فهمت كيمشي ما كاينش شي حاجه نقولوا والمراه كتحس بزاف ديال كنا مشينا عند الشيخ كازا كان سمعنا وشنو وقع لكم شنو كيوقع لك حيت كتبت لنا هنا كتالف الشق الشمال اي الى هي كتسند الرقيه ديالك دائما وشنو كيوقع على الشق الشمال كتالمي فيه بزاف دائما كل ما تسمعي كيتالم الرجل ديالها اكثر الرجل ديالها كتبقى تحرك والحك كان في الجسم ديالها هكاك اي نعم كتبقى الخمول والتعب والتعب والسكر وكل شيء عندها السكر السكر كل شيء دابا شنو كتدير لها انسولين ولا شنو؟ كانت كدير لها انسولين ولا حيدوها لها دابا عطاها الدواء مزيان واخيرا مؤخرا كانت كاع نعست في الطبيب شي 10 ايام علاش؟ لحسن طلع ليها سميتو كتطلع جات ليها الضيقه بزاف ونسيت في السبيطار شي حاجه ولكن دابا الحمد لله كتحلمي في الليل بالثعابين المقابر الثعابين المقابر الماء وفي الاول كنت كنحلم بالقطوط بزاف القطوط حتى هما كاين ثعبان كبير بالالوان ديالهم اسود احمر اصفر بزاف هذاك الاسود عنده واحد زوقه تحت عنقه وحده فوق راسه هذوك كنحلم بهم بزاف وفي الاول كنت كنحلم بالقطوط حتى هما المهم كل نهار عندها الحلم كل نهار عندها حلم كنت هذه شحال كنت شي شحال هذه باش افتح الدابا شي 10 سنين كنت فتحت على سياتيك وحضرت في واحد العزو طاحت فيه واحد المراه نعم وكتقول لي هذاك شي علاش فتحتي كتقول لي راه ماشي مرض راه السحر عندك في الشق اليسار هذيك المراه كانت طايحه ريالي كتسمعي الرقيه ديال الشق الشمال كتالمي هذه 14 عام باش انايا متبعاك في اليوتيوب ما شاء الله كندير الرقية ديالك بزاف وحاولنا نجيو قبل كورونا حاولنا بزاف ولكن كنسكن في كازا انا كنسكن في هولندا ما شاء الله ورا زينا نهار فوق زينا نهار الحد وكنا درنا ميعاد رونديفو نهار 28 وقالوا لنا ودي راه الشيخ عياش قلنا له ودي ما الا كاع عيان ما عندناش مشكل ردوا لنا انت غتمشيو ان شاء الله باش نعرف البرنامج اللي غندير معاك درنا سيمانه 10 ايام كنا درنا 10 ايام دابا راه دازت جينا نهار الحد داز دابا 4 ايام انت غتسافر وكنسكن في سيسلي من الغرب واو انت غتسافر بقات لنا 4 ايام اللي بقات لينا خصنا نمشيو صافي نمشي لهولندا خصني نمشي لسيسلي انا بعدا غنركب من فاس دابا ربع ايام دابا حنايا شحال هنا هنايا من نهار الحد جينا حد هنا هذا اللي فات الحد في مراكش البارح جينا هنا دابا انت غتسافر نهار شنو الحد اي شحال لا هادشي فوق لا هادشي من مراكش لا الثني الى قلتي لي غنجلس دابا نجلس قلتي لي نجلس نهار ولا يومين لا بدا نجلس نهار يومين انا ما عرفتش انا ما شوف انا جيك الصراحه انا ما غندير الجلسه وغنشوف اي ما دار بينا غادي الله غادي لا حيت كنشوف علاش باش توصل للنتيجه كنشوف دابا انا حتى كتحلم شحال من حاجه تعبان الاسود الاحمر الاصفر فهمتي ماشي مشكل
وشق الشمال باين الدقه فين كاين مخبع الدقه فين والثقاف بيناتنا عندنا صافي سمعت قبيله كاين داكشي واضحه الامور النفور كذلك التعطيل حق المال كاين امور كثيره تعب الخمول الامراض وزعما كنخافوا ما يمكن باش نكونوا مقاتله وكنوصلوا للطلاق ولكن خرج واحد الجن عند الشيخ ما شاء الله نعم وزعما وعد شيخ جن كبير وعد باش يبطل زعما مزيان اي شوف اي حاجه اي واحد يطلع يسلم يخرج مزيان غير هو كتبقى تقلب على شنو هو السبب شنو هو الكبير هذا هو اللي كاين وهذا هو الهدف اسمح لي قال قاطعتك هذا هو الهدف هي حتى هي هذيك الخطره قالت لي راه هذا الشيء اللي كاين تيقول لي خصك تمشي عند الشيخ حيت ربما لا كانت الجلسه دابا عاديه حيت بعد بعد الشياطين ملي كيمشيو مع الاخوه في العلاج كيولفوا واحد كتاب طاقه التحمل ولات عندهم عالي فخاصك تزيد عليهم في الوقت وفي القوه وحتى في التعذيب باش يلا توصل دوك دول الكبار اضطر دير التعذيب فهمت حنا نشوفوه الى ما ندوش التعذيب من الاول ولكن باش ما نضيعوش الوقت حتى جيناه خصنا ندخلوا فيه اما دابا ولا في الحصه الجايه عشان كنقول لك شحال عندك ديال الوقت باش نفهم البرنامج اللي غادي ندير معاك لا انت الشيخ خاصك تقول لي كتعرف دابا كاين حنا كاريين هنا في دابا انت غتقول لي كل ما زربيتي لي كل ما احسن الله يجازيك بخير كتعرف شحال ديال كتجيب واحد 10 ايام يلاه دايره وكنا كنا قلنا غنجيو نهار 28 احيانا الحاله هي اللي كتحكم علينا اذا كان مثلا عندها هو مربوطين ولا اكثر من سحر ولا قديم مثلا كتقول لي دابا 20 عام هي كتعاني علم الله السحر واش ربما يكون عندها شي حاجه قديمه اصلا احنا ما عارفينهاش ربي وانت اللي غادي ان شاء الله اش احنا غندير السبب ان شاء الله دابا واخا تمدوا ان شاء الله انا فرحت عام اللي جينا عندك باش هذا بالعكس شرفيه القصه ديالي يا شيخ بحال كنت تفرجت فيك في واحد سميت واحد الجلسه مع واحد الاخ نعم عندها واحد جن سميتو شقاعقاع نعم شقاعقاع هي راه متبعك دائما كل نهار تقريبا القصه ديالها نيشان منين كانت كتحكي وداك الشيء هو نيشان ودابا شوف ملي كتقول لي نيشان كيف كتحكي الاخت ديال شقاعقاع هو راه داك الشيء والله الشيخ منين كانت كتهضر معاك تنحس بحالك انا هذيك اللي كنهضر وعلى كانت الا كنتي كتقولي كيف ما كتقول السيده ديال الشطاطه حيت المشاكل اللي كانت عانات خاص سمحي الشيخ خلي الشيخ يبيض عندها كثير ماشي قاد كثير قاد خاص كيفاش تخدم وخاص الوقت حيت شوف دابا الناس علاش ما كيتعالجوش كيتعالجوش لان شوف خاص الصراحه خص الناس تفهم شنو عندها حيت هذا عالم كبير في الابدان بطبيعه الحال كاين اللي كدير عليه الرقيه هو خليه حتى كتقضي عليه بواحد الطريقه اللي كتجي له هذا هو اللي كاين دابا مثلا لكن الكبار خدمتهم بوحدها فهمتي كلمه خصها تحفظ الكبار ديال بصح ماشي اللي كيقول انا كبير ويغوتو وما كبير ما والو كاين اللي كبير غير ساكت ساكت نقول لك الكبار خدمتهم بوحدها وخدمتهم خصها تكون فاهم وتحط حيت كل واحد كلشي باغي يصوب فيلات ولكن كل فيلا من الداخل كيفاش داير عندك حي فيلا ولكن كل فيلا قصر من الداخل اذا باش كيفاش مصوبه وذاك المهندس اللي قادها وداك اللي جا حط لها داك الاساس ديالها بحال هكذاك انت كدوز على حي تقول كل قصور هو كاين من برا كتبان لك غير ما شاء الله الشكل يقدر يكون بحال ولكن من الداخل كل على قد الجهد ديالو وشنو حط كذلك الجن والشياطين في الابدان الكبار راه يقدر يقول لك انا كبير وفعلا كبير ولكن كل واحد وشنو الساس تاعو كيفاش داير والاعمده تاعو كي دايره والشكل تاعو كيفاش داير وشنو حاط كاين اللي كيبغي غير فرعان وكيف حتى اللي كيحصل حي كله فيلات مش عاد يقول لك هذه مليار اخر يقول لك لا 10 مليار ومساحه مساحه وتدخل تشوف شنو عندي فيها الداخل فهمتي نفس الشيء خير ان شاء الله ماشي مشكل خير ان شاء الله يا رب بسم الله تمد ان شاء الله بسم الله تمد في الارض غتكفر في الارض انا بسم الله بسم الله ما شاء الله صافي يا رب العالمين. هكا الشيخ؟ لا هكا باش نشوفكم بجوج كاملين ان شاء الله صافي يا رب.
العفرو ترفعوا يدكم هكذا، حطها في الأرض باش ما تعياش، حطها في الأرض، حط هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. خلق الله سبحانه وتعالى الجن وفضل بعضهم على بعض في الرزق، كما فضل الله جل وعلا الإنس بعضهم على بعض في الرزق. وأرزاق الله جل وعلا عظيمة وكثيرة، قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وزينها سبحانه جل في علا وجملها وكملها سبحانه جل في علا في أعين من أنعم عليهم حتى يروا نعم الله عليهم، فلو حجبت لما كانت النعم سبب في البسم والسعادة، فإذا غيبت فتمت علة خفية. فالنعم من الله جل وعلا حتى تسعد النفس والروح بما أنعم الله جل وعلا على الجسد والروح. فإذا كان الغاشي والصائل والعدو يأتي بعين وبنظرة وبحث، فتمت آثار حجبت سر التنعم بالنعم. وقد يحول بين النعم وصاحبها شيطان أو عدو من كبار الجان، فيكون عظيما على نعمة أنعم الله بها على الإنس، كان ذكرا ذاك أو أنثى أو زوجين أو أبناء ذرية أو بيت. وهذه نعمة وجب أن تتجلى، وهي نعمة القرآن التي بها يتجلى عدو الشيطان، عدو لك ولزوجك، من أجل الشقاء ومن أجل الضنك ومن أجل الإعراض ومن أجل الصدود ومن أجل النجوز ومن أجل المشقة في كل أنواع وأحوال الحياة. وهي رسالة نوجهها بإذن الله جل وعلا لمن جاءوا للأبدان ظلما وزورا، من أجل أن يصدوا الناس عن نعم الله تعالى، حتى وإن كانت بين أيديهم لكنها تفلت لسبب من الأسباب، وعلى رأس الأسباب من توارى واختفى في الأبدان. وإن كان السحر معهم أو حولهم أو خارجهم، لكنكم أنتم أصل، تبقوا خداما وحراسا وأعوان للشياطين ولصحراء ولحساد حاسد وحاسدات. فإن رسالة وجهها إليك حتى تكون منعما مكرما بفضل الله جل وعلا، كما بيّن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المكرم. فالله تعالى يحب سبحانه جل في علاه من يجود بالخير ومن يعطي بيد الخير. وسبحانه تعالى حرم الجور والظلم، وحرم سبحانه الإثم والاعتداء والعدوان. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فرسالة إلى كل كبير توارى داخل الجسد، فتوارى من أجل هالته وضاقته وزهريته ودمه وما حباه الله جل وعلا من نعم عليه وأكرم بها. فرسالتي إلى من أحب وعاشق لسر خفيه ويعلمه ويراه، ورسالتي إلى من تملك في الصبا والسرى لأمر هو يعلمه ويراه، فرأى أن البدن هو من يستحقه وهو من يتملكه، يرى نوره وبياضه وجماله وقوته ورشاقته وهالته وطاقته وبياضه وزهريته، يرى ما أحب الله جل وعلا بهذا الجسد في عقله وفي صمامه وفي دقاته وفي ولده وفي شريانه، يرى ما أحبه الله جل وعلا في مبايضه ورحمه وفي بطنه وأحشاء ومعائه، يرى ما أحبه الله جل وعلا في مقلتيها وما أحبه الله جل وعلا في جفنيها وفي عينيها، يرى ما أحبه الله جل وعلا في شعرها في دماغها في عقلها في فمها في ذكائها في شفتيها في لسانها في مخها في كلامها، يرى ما أحبه الله جل وعلا بها في عظامها وأعصابها ويديها وقدميها، يرى كل شيء قد لا يراه الزوج والبعل أو يراه الناس عامة، حتى لا تراه حتى الجن، بل تراه الخاصة خاصة، فهو يعلم السر العظيم الدفين الذي به تعلق وعاشق وتملك. فالرسالة إليك: وقد جحدت نعم الله تعالى فحاجبت نعم الله فلا تتملك، وإن كان تتملك نعم الله أصبحت كأنها بين يديك وأنت الثعبان الذي حظيت بالقلائد وبالوسام وبالنياشين بالأوسمة وبالنياشين على رأسك وعلى رقبتك بالألوان، على رقبتك وعلى رأسك بالألوان، وأنت عظيم مهاب في عالمك، مهاب قوي كبير في أقرانك وزملائك، بل في خدامك وحاشك وأعوانك، بل حتى مع الشياطين وأبائس كبار. رسالة إلى ثعبان عظيم وثعبان مبين، ملك عظيم ملك كبير، جاء عليها وعلى زوجها في زواجها وقبل زواجها وعلى أبنائها وذريتها ذاك السحر القوي المتين العظيم الذي به تربيت وتقويت، فاسمع واعلم.
وإلى كل الخدام الذين معك على ألوانهم وأشكالهم أعرضهم طاعة لله سبحانه وتعالى أيضا. وإليك وأنت القوي الكبير على شقها الشمال وعلى فقرات ظهرها في الشمال، وأنت القوي الذي يصعد حتى إلى دماغها ورأسها وجنبتها على الشمال، وأنت الذي يمضي حتى على قلبها وعلى يدها وقدمها في الشمال، وأنت الذي يتملك فيما في ملك كبير وفي عالم كبير وفي قصر كبير، أنت الذي يتملك، فاسمع واعلم. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فرسالتي إلى من جاء مهابا كبيرا ملكا قويا قادرا عظيما أن يسمع طاعة لرب عظيم سبحانه وتعالى، خلق الإنس وخلق الجن لعبادته والتعاون عبر وطاعته، وأنت جئت لزاما لزام المسيح الأول كان قويا عليها أو قويا على والدها ووالدتها أو قويا على إخوتها وأخواتها أو قويا عليها وعلى زواجها أو قويا عليها وعلى أبنائها وذريتها، وآثارك لا زالت معها في تمريضها وتعذيبها وأحزانها. فاسمع واعلم رسالتي إليك وهي تسمع القرآن والتألم والرقية والتألم في شق شمال وتنضفض في يد وقدم من شمال، وقد جل الله تعالى بعض خدامك وحراسك وعوانك، فرسالتي إلى كبير يسمع الآن، رسالتي إلى معقى العهد والوعد، رسالتي من أوفى بالعهد والوعد للشياطين والصحة والكهان، رسالتي لمن أعطى عهدا وأعطى وعدا للشياطين والصحة والكهان، فكنت قويا على السحر الأول والسحر العظيم، فاسمع وعلى طاعة الله جل وعلا. قال الله: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. حجبت نعم الله جل وعلا في فراش وطين، حجبت نعم الله جل وعلا في فراش وزوج، حجبت نعم الله تعالى في مال وبركة، حجبت نعم الله تعالى في فرح وأعياد مناسبات، حجبت نعم الله جل وعلا في أنس وسمر وابتسامة وبهجة، حجبت نعم الله جل وعلا بما حباك الله تعالى بقوة ومن قوة فجعلتها لغير الله تعالى الشياطين بقوة. وقال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب قوة، وأبى الله جل وعلا فقال: وأعد لهم مصطعت من قوة. فاسمع وعلم إن أتيت إلى الله جل وعلا طائعا فذاك خير فضل ومنة من الله أحباك بها وجاد بك علي أجاد عليك بها، فأنت حقا حينها أنت هو السعيد. وإن ابتعدت عن سر الله جل وعلا ومحبة الله فاعلم أن نقاط بطاعة الله، وحينها أنت هو البائس الشقي، واعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام، جاء بك لتسمع وتتعظ، وهي سنوات وهي تسمع الرقية، تسمعك المواعظ ساعات وساعات وأيام وليالي وأعوام وسنوات، وهي تسمعك المواعظ وكذلك الرقية، نعم تحرك عقلك تارة وفؤادك تارة وجوارحك تارة وعرشك تارة وسحرك تارة وعشرك تارة، ومع ذلك تكابر وتعاند كأن تقول: أنا القوي لا يقدر علي أحد، وأنا الخفي لن يراني أحد. فهي رسالة أوجهها إليك، اعلم أن الله يراك، ألم يعلم بأن الله يرى، هي رسالة من الله جل وعلا أنه يراك. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا المجلس الطيب المبارك أن يمن عليك سبحانه وتعالى بالهداية، وأن يمن الله جل وعلا عليك بالنور والتوفيق، وأن يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالخير كله، وأن يجعلك مهابا موفقا، وأن يجعلك سبحانه جل في علا قويا مسلما، سواء كنت يهوديا أو نصرانيا أو ماسونيا أو مشركا كافرا، فالهداية بيد الله جل وعلا. نعم الحصون العظيمة والقوية تحجبك عن سماع الوعظ، أو حتى لا يصلك نور القرآن بالوعظ وبكلام الله عز وجل وبيان من الله سبحانه وتعالى، فتزال بإذن الله تعالى بآياتهم، وتزال إن شاء الله تعالى بدعواتهم، وقد تزال حتى بحرب وبقتال حتى تكون مسلما مسالما. نعم والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. فرسالتي إليك إلى ملك كبير تهابه الجن والإنس، رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن، تخشاه الإنس وتخشاه الجن، رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن، تخشاه الإنس وتخشاه الجن، إلى ملك كبير إلى قائد كبير تهابه الإنس وتهابه الجن، تخشاه الإنس وتخشاه الجن،
رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن، تخشاه الإنس وتخشاه الجن. رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن وتخشاه الإنس وتخشاه الجن. رسالتي إلى ملك كبير، إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن وتخشاه الإنس وتخشاه الجن. رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن وتخشاه الإنس وتخشاه الجن. رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن وتخشاه الإنس وتخشاه الجن. رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن وتخشاه الإنس وتخشاه الجن. رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن تخشاه الإنس وتخشاه الجن. رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن تخشاه الإنس وتخشاه الجن. رسالتي إلى ملك كبير تهابه الإنس وتهابه الجن تخشاه الإنس وتخشاه الجن. رسالتي إلى ملك كبير يسمع ويرى. اسمع واعلم إن الله سبحانه جل في علاه يسمع ويرى. يسمع كلامك ويرى مكانك، يسمع كلامك ويرى مكانك، فاسمع واعلم إن الله جل وعلا يسمع كلامك ويرى مكانك، 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 فاسمع واعلم يسمع كلامك ويرى مكانك، يسمع كلامك ويرى مكانك، فاسمع واعلم الله جل وعلا يسمع كلامك ويرى مكانك، يسمع كلامك ويرى مكانك، فاسمع بإذن الله تعالى طاعة لله بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول you know.
أبا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا فلن يقبل من أحدهم
الأنعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة
تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم له الملك وله الحمد وهو على كل
الله أكبر الله أكبر من كل شيطان كبير من كل شيطان كبير من كل ثعبان كبير من كل شيطان كبير من كل ثعبان كبير من كل قائد كبير من كل قائد كبير من كل قائد كبير من كل ملك كبير من كل ملك كبير من كل ملك كبير الله أكبر من كل ثعبان كبير من كل ثعبان كبير في عالم الأبارسة كبير في عالم الأبارسة كبير عند الأبارسة كبير من الأبارسة كبير ثعبان قوي كبير ثعبان نادر كبير ثعبان غني كبير ثعبان عظيم كبير ثعبان ملك كبير ثعبان ساحر كبير ثعبان ساحر كبير ثعبان ساحر كبير ثعبان ساحر كبير على السلالة 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 ثعبان ساحر كبير على الزهرية النادرة على الزهرية المباركة على الزهرية الخفية على الزهرية النقية على الزهرية الكاملة ثعبان عظيم على الزهرية النادرة على الزهرية المباركة على الزهرية النادرة على الزهرية المباركة على الزهرية النادرة على الزهرية المباركة على الزهرية الكاملة على الزهرية الكاملة على الزهرية النقية على الزهرية التقية على الزهرية المباركة على الزهرية على الزهرية على الزهرية الغنية القوية الكاملة ثعبان غني ثعبان قوي ثعبان غني ثعبان قوي جلاه الله ثعبان ثعبان جلاه الله ثعبان ثعبان جلاه الله على الزهرية الكاملة على الزهرية النادرة على الزهرية الغنية على الزهرية النقية على الزهرية الخفية ثعبان غني ثعبان قوي ثعبان خفي ثعبان غني ثعبان قوي ثعبان 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 جلاك الله ثعبان 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 هذا هو السر لهذا قالت حالتي مثل حال الشقاقة أتأثر بها لأن التأثر ليس بها حتى من الذي بالداخل مع المتابعة وزيد هكذا سرد لهذا تراه عنده كابك القلادة والألوان في الصدر وفي التاج والرأس مميز عن غيره ثعبان عظيم أين جل الله في نفاسه في اليدين في الرأس ثعبان على الزهرية الكاملة أين اسمع على الزهرية الكاملة على الزهرية الكاملة صعد على الزهرية الكاملة لا يطيق سماع هذه الكلمة على الزهرية الكاملة على زهريتها على زهرية الأم والأب على زهريته بطن أمها على زهريتك في صباها وصغرها جئت بالزهريتي جئت بالزهريتي بالزهريتي نعم وأنت الآن تطرح يذهب من الرأس يقدم الآن في القدمين ترى في القدمين ويصعد إلى البطن أو في نفس ثم إلى الرأس الذي الآن هو في القدمين
زهرية كاملة، تعشقها، تحبها، تعشقها، تحبها. نعم، لهذا العذاب منذ تزوجت ومعها قبال الزوج وضع الرحل وكل شرب. أي نعم، أصلا الزوج هو اللي جاء، هو اللي جاء خذ منك، خاصو يطلب السماحة منك، هي ديالك أنت قبل منه، فهمتي؟ الزهرية الكاملة، الزهرية الكاملة، زهرية الرأس، زهرية العقل، زهرية العينين، اللسان، القلب، الدم، البطن، الزهرية القوية الخفية التي لا ترى ولا تعلم إلا عند كبار الأبالسة. قال نعم، سمعتي؟ الزهرية القوية الكاملة التي لا تعلم ولا ترى إلا عند كبار الأبالسة. أي نعم، قل لي نعم. أي نعم، الزهرية الكاملة التامة النادرة القوية التي لا تستطيع تصل إليها صغار الجن والشياطين، بل هي كبيرة عند كبار الأبالسة. نعم، الآن يسأل، قل لي نعم. خلاص، هي خاصة بنا بكبار الأبالسة، نأخذها في خفاء ولن تجل أبدا، نجل فقط خدامنا وحراسنا وأعواننا، هم من كخدام المناجم يأتون بالدرر وبالذهب وبالياقوت من البحار وأعماق الأراضي، لكن نحن ما نتملك. إبليس كبير على زهرية نادرة، عدوها نادر في العالم والعوالم، أجي يجد فيها الطاقة والمتعة واللذة والرتبة والوجاهة، ويظن أن بها طول العمر والبقاء والخلود. يرى كنزا عظيما، يرى في الجسد سر عظيم وكنز عظيم. زهرية كاملة، زهرية نادرة، زهرية كاملة ونادرة، وعشق كامل وحب كامل، عشق نادر كامل لملك كبير، عشق نادر كامل لملك كبير. ولهذا قالت حالتي من الشقاقة فعلا هذا كان تأثر بنفس الشيء، لخصت لي بزاف قوم لقرب حالة متابعة جميلة صحيح، متابعة سنكي كيف تحمل فاتيح، وإلا فقط خبط 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 ويلا توصل، توصل وما توصلش. طيب اسمعني جيدا، أسأل الله العظيم أن يهديك بداية، أعلم أنك صاحب رتبة، وهذه تجلى من واقع الملامات التي تراها، هي ترى الثعبان الأسوال والأصفار والأخضر، لكن أنت مميز، عندك على رقبتك الألوان وعلى رتاجك الألوان، كل لون فهو من لون خدام وحراس وأتباع تبع لك، خاص بالزمن يكون من الخدام، كل حراس عندك، كل تبع لك، سمع وطاعة عندك، ولكنك أنت أخصيدهم وقويهم وقائهم وملكهم، ولكنك سحبت هذه الأمة إلى باطن الأرض، سحبت طاقتها، هالتها، زهريتها، بركتها، هي تقاوم، فعلا هي تقاوم، لكنك أخذت من الكثير، مع المقاومة أخذت من الكثير، فقط نقوم معك في الزواج ديالها منذ أن تزوجت إلى اليوم، وأنت عدو للزوجة في الخفاء، وعدو على الزواج في الخفاء، عدو على الفراش الثقاف والربط في خفاء، تعقد القلوب كذلك، يمكن النشوز والإعراض والمشاكل في الأسباب في خفاء، لأنك ملك كبير وسيد كبير وقائد كبير، والسحر كان عظيما قويا، وكذلك الزهرية كانت قوية وعظيمة. وجلاك الله تعالى الثعبان على يديها وصدرها وبطنها وقدميها وفي أنفاسها. الآن أمرك مكشوف واضح، أنا أعظك طاعة لله عز وجل، فقط الآن أعظك دون تعذيب، اعلم أنك ظالم لها، فوالله قد ظلمتها ظلما كبيرا. يعني سبحان الله، المقدمة التي بدأنا بها هي نفسها، الله تعالى يعطي الناس كثير من النعم لكن لا يتنعمون بها لأسباب، يعطيهم من الطاقات والهمة والقوة والقدرة والكفاءة والنور والقبول والإقدام
والصبر والجلال والخير والبركة والعزيمة، أشياء كثيرة لكن لا يروا ثمارها الحقيقية أمامهم أو بينهم. ثمة علة خفية قوية جدا لكن وصل إليها ذاك هو السر. كيف تصل إليها؟ ذاك هو السر. ذاك كبير جالس على قلبها وصرها، كبير على عقلها ودماغها، كبير على نظرها وبصرها، كبير على بطنها ورحمها وحتى على عورتها وحتى على فراشها وجماعها، كبير على يدها وقدمها بل حتى على زوجها. هذه رسائل ودايه العلم. لهذا انا اعرضك طاعه الله جل وعلا، واعلم ان الله تعالى ما انزل داء الا انزله دواء، علم علم جل وجل، فان عليت فتعذب، لكن ارجو لك العزه والرفعه تاتي بفضل تعالى كريما، ان تاتي بفضل تعالى طواعيه طوعا لا اكراه بفضل الله سبحانه وتعالى، تكون مسلما مساليا، تعلم انك ظلمتها، وان كان سرك موصوم بوالدتها ووالدها وبيتهم فاعلم انه يبقى باذن الله جل وعلا. ذاك لا يعجز الله، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، ربنا لا يعجزه شيء. تامل في هذا، الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، كل امر عند الله يسير، الامر لله سبحانه وتعالى، والامر يرجع الى الله ويعود الى الله. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر أمر هدايتك وأرضائك وشفائك بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي الرسالة وجه إليك من قلب يرجوك الخير. أنت عذبت كثيرا، عذبت الزوج وعذبت الزوجة، نعم عندهم أخلاق عندهم صور عندهم محبة، لكن تتفلت فيما بينهم في كثير من الأحيان ثم يرجعون بحكم الصبر والأخلاق والتربية والعشرة وما شابها، لكن حقيقة المحبة أنت تغيب، وحقيقة اللحمة تغيب، وعقلك فراش تغيب، حقك الحب تغيب، حقك المال كذلك. وهذا أمر لا بد أن يعلم عند كبير، لأنه لا يرضى أن تكون لغيره أبدا، لا يرضى أن تكون حتى الابتسامة والضم والقبلة لغيره أبدا، لأنه يغار وأنه عاشق متيم والهان، إضافة إلى عزته وقوته، إضافة إلى ما سوف نأتي إليه من قوة سحره والعمل الذي صنع على يده أو صنع على يد غيره، كل هذا سوف نأتي إليه تباعا بإذن الله. وأرشدك وأدلك على لطيف خبير سبحانه وتعالى يرزقك الخير. أسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أسلم لربك عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره وعلانيته وسره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأن فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه.
موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار لأكفر بالله
أشرك به ما ليس لي به علم تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله خلق السماوات والأرض
الأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم في الأرض بغير الحق
وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون طيب احتدت ما كتحكمش فيه لا حتى انت مريض بجوجكم مريض ماشي مشكل حتى انت مريض ياك انت ظهر اكثر لك بزاف تاع الفوق يلا بسرعه خاصكم هذا الصباح كنحس بك انا مش تكشتك انت مريض لا كتقعد اكثر يلا فوق هي طافيه شتي سمعتي فرجيها صدرها كيغوت سمعتي عندها ملك كبير على الزهريه فهمتي قديم على الزهريه عرفتي على الزهريه باش نمشي تعاوننا لا ان شاء الله غيكون خير انا نفهم مزيان باش نعرف شنو غندير يلا ارجع تمدد كامل وحيد ورفع يديك بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله رب العالمين يؤتي الحكمة من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء الله أكبر من كل جاحد لأنعم الله لخيرات الله لجمال الله لفضل الله لنور الله جاحد نسمعها لملك الكبير
كبير هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله بسم الله لملك على الزهرية كبير بسم الله لملك على الزهرية الكاملة كبير على الزهرية النادرة كبير على الزهرية كبير يسمع الآن ويرى يسمع الآن ويرى ملك على الزهرية ملك ملك على النور ملك ملك على الطاقة ملك ملك على الهالة ملك 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 كبير يسمع ويرى ملك كبير يسمع ويرى ملك على الزهرية على الزهرية ملك توارى سنين اختفى سنين جحد جحد النعم كفر بالنعم سنين بسم الله نسمع ملك كبير بالثعابين كبير بالحيات كبير بالحاسدات كبير بالخادمات كبير بالحراس كبير نسمعها لملك كبير يجري في الدم يجري على زهرية الدماء تغدى تقوى بالدماء تغدى تقوى بالدماء على زهرية الدماء على زهرية الدم على زهرية الدم على زهرية الدم وفصيلة الدم وقوة الدم وطاقة الدم على زهرية الدم كبير يجري في الدماء يجري في الدماء على زهرية الدم على زهرية الدم على زهرية الدم على زهرية الدم كبير على زهرية الدم كبير على زهرية الدم كبير على زهرية الدم على زهرية الدم كبير بسم الله نسمعها لكل ملك الآن يجري في الدم يجري بقوة في الدماء يسحب بقوة في الدماء يسحب بقوة في الدماء يتحصن بقوة في الدماء كبير بعشق الدماء كبير بعهد على الدم على السلالة والدم بعهد على الدم على الزهرية والدم ملك كبير يجري في الدم يجري في الدماء يجري ملك ثعبان شيطان يجري في الدماء على القدم
القدمين والدم على الساقين والدم على الفخذين والدم على الخصر والدم على الحوض والدم على المبايض والدم على العورة والدم على الرحم والدم على الأعشاء والدم على الأمعاء والدم على الصدر والدم على القلب والدم على الوجه والدم على الكف والدم على الفك والدم على العينين والدم على العقل والدم على الظهر والدم على البنية والدم على المفاتيح والدم على العورات والدم على الدم على الدم في الدم على الدم يجري في الدم شيطان جبير على زمرية قوية على زمرية قوية في الدماء من الأجداد في الدماء من الجدات في الدماء من الآباء في الدماء من الأمهات في الدماء من الصبا من الصغر من بطون أمهات من رضاعة الأمهات في تربية الأمهات في بيت الأمهات زهرية بسحر عظيم زهرية بسحر قوي نادر عظيم زهرية بسحر عظيم زهرية بسحر نادر قوي عظيم قربوه بكبار الأبارسة بالدم والقرابين قربوه بكبار الأبارسة بالدماء والقرابين على الأجداد والجدات دماء 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 وقرابين على الآباء والأمهات دماء 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 وقرابين على الأبناء دماء 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 وقرابين على الأزواج دماء 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 وقرابين إبليس على زهرية اكتملت من البطون من بطن إلى بطن اكتملت من رحم إلى رحم اكتملت تقوت 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 من بطن إلى بطن تقوت من رحم إلى رحم تقوت من سلالة إلى سلالة تقوت من صلب إلى صلب تقوت من رحم إلى رحم تقوت من بطن إلى بطن تقوت من جيل إلى جيل تقوت على زهرية أبارسة على زهرية أبارسة على زهرية أبارسة أشداء أقوياء أشداء أقوياء أشداء أقوياء على زهرية 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 أشداء أقوياء ملوك تنقلت ملوك تنقلت ملوك في البطون تعدت ملوك في البطون جدلت ملوك في البطون عاندت على سلالة على ذرية على سلالة على ذرية أحبت أبارس دمها أحبت الأبارس عروقها
أحبت الأباني سببها أحبت الأباني عروقها أحبت الأباني جلودها أحبت الأباني لونها أحبت الأباني دمها أحبت الأباني قلبها أحبت الأباني صبرها أحبت الأباني بطنها أحبت الأباني حيضها أحبت الأباني كلامها أحبت الأباني نظرها أحبت الأباني سيرها أحبت الأباني سرها زهريتها طاقتها أحبت الأباني جمالها كلامها قوامها أحبت الأباني سيرها إبليس مالك قيد إبليس مالك قيد كبيرهم قيد في القدم قيد في البطن قيد في اليدين قيد في الصدر قيد في الرقبة قيد عشقها قيد أحبها قيد تملكها قيد بالعهد قيد بالوعد قيد بالسحر قيد ملك كبير قيد ملك كبير قيد في الرأس قيد في الرقبة قيد في الصدر قيد في القلب قيد في البطن قيد في الرحم قياد في اليدين قياد في القدمين قياد في الشمال قياد في الشمال قياد على القلب قياد في الشمال رضاضة على القلب رضاضة في الشمال رضاضة على الصدر رضاضة في الشمال رضاضة على المريد رضاضة في الشمال رضاضة على الرحم رضاضة في الشمال رضاضة على الكف على اليد على المال رمضة في الشمال رمضة في القدم رمضة في الشمال رمضة في العهد رمضة في الخط رمضة في العقل رمضة في اللسان رمضة في الشمال كبير ثعبان كبير في الشمال كبير ثعبان كبير في الشمال كبير عاشق كبير في الشمال كبير عاشق كبير ساحر كبير عاشق كبير ساحر كبير عاشق كبير ساحر كبير عاشق كبير ساحر كبير عاشق كبير على الزهري عاشق كبير على الزهرية 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 عاشق كبير أحزنها عاشق على الزهرية عاشق على الزهرية فتنها عاشق على الزهرية أمرها عاشق على الزهرية عاشق كبير جلاه الله عاشق كبير جلاه الله عاشق 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 كبير جلاك الله جل وعلا دائما يتجلى بفضل الله جل وعلا حين نأتي على ملك عاشق على الزهرية يصعد بإذن المولى جل وعلا وهذا يحييك فعلا على أن تم فعلا تعذيب يعذبها يعني في زوجها وزواجها منذ أن تزوجت سنين لأنه خادم لعشق وحبه ثم على السلاة والزهرية فاسمع طاعة لله جل وعلا وذكرك بالله جل وعلا وأنت ما تسمت في الجراحة تستنشقها الشمال وأنت ما تحجب المحبة والمودة والفراش بينه وبين زوجها في حلال لأنك عاشق عظيم فاسمع وعلم إن يذكرك بالله تعالى ولا يخفيك التعذيب بل حتى الزوج مصاب فاسمعوا جميعا يا من تعاونتم على الإثم والعدوان تعاونوا على البر والتقوى قولي مش تحسي أختي مش حسيتي أو كتحرك تهز نعم أه
وكدير واحد الانين واحد الغوت في واحد الوقت ملي كنقول العاشق الزهريه كامله كتاصلي خاص بالزهريه الزهر محبوسين الفك تاعك محبوس اه طيب واخ طيب طيب وانت كتحرك لك الانامل ديالك ياك الصباع ديال ها الصباع ديال يديك واخا طيب ما تمشيوش استناوني واخا ما تمشيوش نحاول نخدم مع السيدة دابا ان شاء الله نمشيوش واخا الله 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 يتسناو يدخلوا هنا يتسناو في المكتب هنا القاعه هنا يتسناو في الموكسيون ديالو ما يمشيوش شكرا لا ماشي مشكل يا ربي فقط أبين بعض النقاط الخاصة بهذه الحالة حتى تكون مرجع لكي يشاهدوا سواء المرضى أو سواء حتى بكي تعلموا الرقية. فنحن في صدد العلاج والتعليم في نفس الوقت يعني باش نوضحوا بعض النقاط الخاصة بهذه الحالة. هذه الحالة كتشوف في المنام الثعابين أنا كنشرح لعل هذه المقاطع ينفع الله بهذا الجيل أو أجيال جاية وما يدرك لأن نحن في هذا الوقت كنا كنتمناو نلقاو غير مادة تعلمنا وتحنا باب في هذا المجال ما كناش كنلقى. فالحمد لله نحن كنبينو باش ينتفعوا الناس تبقى تمرجع بإذن الله عز وجل الله ينفع بها إن شاء الله. فقلت للمسألة ديال الأخت هذه ترى الثعابين ترى الثعبان ترى المياه البحار كما قالت الغواص ترى المقابر الثعبان الأسود الأحمر الأصفر ترى الثعبان عنده هنا ألوان وهنا ألوان. هذه الأخت كتعاني منذ الزواج زواجها أكثر من شحال قالت تقريبا 12 سنة أو 20 سنة تقريبا قالت سنوات هي في الزواج. طيب قالت دائما عندنا مشاكل أنا والزوج لأتفه الأسباب زين مشاكل لأتفه الأسباب وهذا حال معلوم يقع عند كثير من البيوت. يقول لك بعض الناس راه عادي كاع الناس يقعوا لهم مشاكل أي نعم خصوصا كي كتكون متكررة وانت ما كاينش أسبابها انت طيب ولكن كتخلق مشكل كتقول بحال انت كتكون صافي ما نغوتش ما نحققش باش ما يقعش المشكل. الزوجة حتى هي هكذاك أولا يوقعوا المشاكل والخصومات ثم تصالحوا وتكثر هذا الشيء كاين عين كاين حاسد كاين أسباب لكن ملي كتجي تقلب في الأعراض أخرى هي كتأكد الصوت جيد. فملي كتجي تبحث في الأسباب كتلقى الأعراض كتشوف أعراض أخرى مثلا الأخت كتقول لك أنا كنحلم بهذه الأمور كاع اللي عنده هاد المشاكل في حياته مع الأعراض اللي كتبين ما يتغافلش ما تم تعيلا قد تكون بالعين بالحساب بالسحر بالسلالة بالموروث وتعذبك في حياتك فعلا كتضيع لك واحد نصف حياتك لما تفطنتيش وربع في حياتك وحياتك كلها. نكون واقعين راك عشتي تلقى أجرك عند الله عز وجل ما غيضيعش لكن في الدنيا كتعذبتي بغيتي ولا ما بغيتيش لأن لا جلستي قيمتي حالتك ووضعتي ورقة وقلم غتشوف كأنك كإنسان أو إنسانة أديتي واحد المهمة رسالة كلفك الله بها عز وجل وكنتي سبب في دعم ناس حولك معك أو بعدك وكنت يسندو دعم لكن لا جات واحد التقييم الشخصي لك انت كتخلص كنت محروم
محروم لأن الله عطاك همة وقوة وأمور كتدفع بها الآخرين وكتدفع نفسك باش تكون مع الآخرين، لكن أنت راك كيدوز اليوم هو نفس اليوم والأسبوع والأسبوع والشهر والشهر وعام، وطبع عليه أعوام ضاعت من الحياة. شوف شحال من عام أنت أعلم أو أنت أعلم بالحياة كيف ضاعت. الله عز وجل جعلنا عقل باش نفكروا، لكن الناس الشياطين أحيانا كتخليش الناس تفكر، وحين حتى فكرت وفهمت كتكون إصابة قوية كتدخل في التحدي. قبل كانت كتحرك وهي سطرة ناعسة مخبعة، وملي كتفيق بها عاوتاني شكون اللي غادي يتفطر ليها ويفهمها باش تصعد وتسلم وتخرج وتهتدي وتصلح ما أفسدت. هذاك عاوتاني قد يأخذ منك عاوتاني إن لم توفق الشفاء آخر من حياتك، وربما يدخل في الانتقام، يكون الانتقام أكثر لك تعذيب لك وكيعذبك إلا ما وضعتيش الأمور بشكل ذكي، لأن الكبار تعاملهم يختلف عن الآخرين. ممكن هو كان كيعذبك لكن كيتلذذ شوي شوي، لكن ممكن تدخل معه في ندي وانتقام، ممكن على أنه يفاجئك بمشاكل أكبر من الأولى ويخليك في مشكل أكبر أكبر تعاني منه حياتك بشكل عظيم جدا. وأنا كنعرفش كنقول إذا تعانيتي في الخامنة كانوا مخبين، تعاني من اللي غادي يبانوا، تعاني من اللي غادي يتحداو، لهذا التعامل لابد يكون تعامل ذكي جدا. هاد السيدة هادي كتحلم بالأحلام وعندها التعطيل والنفور من الزوج والربط للزوج حتى هو مصاب عنده الثقافة الربط، قد يأتي للزوج أحيانا وقد يكون دائما على حسب الجن والشيطان. والربط ليس شرطا أن يشوف الربط ليس شرطا أن يكون الربط عقد على العورة من أجل الربط وتعطيل الجماع، قد يكون على القلب فيعطل الرغبة والمحبة والقبول أو الإقدام، وبالتالي يكون في رسول الجماع. هذه بوحدة خاصة نشرحها لكم وخاصة وقت طويل، هذه خصك شرح وقت طويل. حينما يعقد على الرغبة ليس كما يعقد على الهوى، وهذا أمر خطير جدا، يكون بالعين بالحسد يكون بالسحر ويكون بالشياطين، يكون بلا شياطين ويكون بالشياطين. هذا حتى هو خصو شرح باش يفهموا الرقاق، يعني دروس باش الرقاق ما يكون كيرقيو الناس، ماشي بقيت تسنى الشيطان يطلع، يكون شيطان ماشي ما يكونش، يقدر يكون ونسبة كبيرة يكون، لكن لا ما كانش. انت خاص تخدم على كلا الحالتين، العين والحسد بدون العين والحسد بدون شيطان وبدون الشيطان وكذلك السحر، فهمتي؟ فحين احيانا الرجل يكون عادي ما عندوش انتصاب، علاش؟ حيت احنا كنتكلموا في باب الطب ان الله يستحي من الحق، لكن لابد ان نتعلموا باش نكون الرجل مثلا تسول يقول لك لا انتصابي مثلا احيانا وحدي او لا في تحرك شهوه او كل انتصاب، لكن هنا الاشكال ما كيبقاش دابا الانتصاب، اما كيكون عنده علاقه بهذيك السيده خاصيه مع مش عاد اخرى ما عندوش مشكل، او كيكون المشكل عقد على القلب وعلى الاحساس، وهذه مشكله خطيره يعقد على الحس والاحساس، فما تكونش هناك الميول والرغبه اصلا، ما كيكونش هناك الميول هناك الرغبه، فوبالتالي ما يكونش انتصاب، فهمتي كيف؟ ما يكونش لذة وقوة في الجماع. وباش ندخل في هذا الإطار لأن نستحي في ذكر بعض الأشياء والتفصيلات، لكن هي فقط إشارة ولكن درس ممنهج واضح نقدروا نبينوا باش ينتفعوا به إن شاء الله الرجال والإخوة بإذن وحتى النساء، لأن صراحة هذا أمر كيبقى عنده علاقة بالبيت وبيوت أصلاب، فخاصنا نبينوا الناس باش كيفاش يعالجوا الناس اللي ما علمناهمش وفين نعلمهم في السير، خاصنا نبينوا بعض النقاط على الأمور، لكن إلا بتكفي الإشارة. هذا هو المقصود. فقلت هذه السيدة هذه الآن عندها مشكل، الآن لما كتعاني حياتها كثير، فأنا لما كنجي كنأكد على الرقية كتقول لي أنا في البيت عندي كانت أثر بالرقية تاعك خاصة ديال الشق الشمال، باش تعرفوا أن كل شيطان ما يناسبه. قلت لك دائما لما كنسمع ليها كنتألم، ديما كنسمع ليها كنتألم، بمعنى أنه كيسكن في الشق الشمال، لكن الشق اليمين وكاين الشق الشمال، النص اليمين والنص الشمال، اي هناك من يتحكم في كل شيء، وهناك من يسكن مكان، وهناك من يسكن شق، وهذه امور معلومه عند الجن والشياطين، وهناك من يسكن مكان يتحكم في كل شيء بخدامه وهكذا، وهناك من يكون عنده رتبه خاص بجزئيه واحده ويبقى فيها لا يحيد عنها ولا يتزعزع، خاص يبقى فيها دائما وهكذا. المهم وكمل لها كذلك التعب والخمول والنفور من الزوج، وعندها دائما يعني عملت عملية جراحية وسبحان الله يعني، فالآن كيتبين على أن تم شيطان ملك كبير، خاصة كتألم في مسألة الزهرية، في مسألة الزهرية كتألم وكتنتفض في القدم ديالها، في النفس ديالها، في اليد ديالها، كذلك في الأنين الصراخ وفك ديالها.
فهناك يحيلك على أنك تبحث في السلالة والموروث والعاشق على الزهرية. زوجة كذلك مصاب. دابا أنا سولت واحد السؤال، أنت خا تمشيو تسافرو؟ قلت يا خا نمشيو نسافرو نهاية الأسبوع. أنا كنتكلم بصراحة مع الناس، الناس ما عارفة شنو عندها، كتجي هي رمانة مغمضة، لكن الطبيب هو اللي كيعرف. كتجي عند الطبيب تقول نسأل الله الشفاء والعافية ولكم جميع المسلمين، كيبان لك إنسان صحيح كيضغط يقول واش عافاك مرض كذا وكذا وكذا، كيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كيقول إذا لازمك أنك تتبع معايا في علاج كذا وتمني في فحوصة كذا ونتبعو كذا، كيقولوا إن شاء الله الطبيب ماشي مشكل. كيبغي يحيي الشك في عند طبيب اخر يقول له نعم نفس الشيء ونفس الشيء. هناك دابا حنا كندخلوا في التشخيص، دابا عملنا تشخيص كندخلوا في التشخيص الاخر. حنا باغا التشخيص ديال السيده راه غادي ياخذ هاد جوج حصص، يعني واش نوضح الصوره مزيان. الحصص هادو خاصها ربما اكثر تشخيص تدقيقي. علاش ماشي الان الغايه هو تحرك وترعد؟ ماشي هذا هو العلاج، هي لأن قوية الحالة مستعصية، لكن خاصة نعرفو شكون هما الرتب الكبار وشنو الطريقة والتحدي وكذا. فتحتاج إلى التشخيص الحقيقي. هذا التشخيص هو نصف العلاج، إن لم يكن أكثر من 50% في العلاج، أكثر من 70% في العلاج هو التشخيص. التشخيص راه مهم جدا. من لم يجد علم التشخيص وطريقة التشخيص كيفاش غادي يعالج؟ أنا أسولكم اللي ما يعرف يشخص واش غادي يعالج؟ حتى واحد صعد عنده الجيم كتحال معقدة إلا هي مع واحد كيما يفرقش ما بين الصغير والكبير واللي تقدم واللي تأخر وعلاش تجدد الحالة وعلاش تعقدت وعلاش تحسن، ما غاديش يفهم، لأنه هو فهم يقرأ على الناس وصافي من يصعد يتواعد معاه، ما صعدش خرج، إلا صعد يبقى يدندن معاه ما صعدش خرج. الفرق بين أنك تتبع من أجل التشخيص الحقيقي ثم وضع طريق العلاج. كنتكلم بصراحة لأن هاد الحالات هادو تقول لك أنا كنتأثر بالشقاقة وكيتأثروا بالحالة القوية المعقدة. إذا هذه الحالات القوية المعقدة سولوا مليها كيفاش كيعانيو، سولوا مليها كيفاش كانت الجلسات وكيفاش كان طول النفس. إذا ما يمكنش إنسان عنده كل هادشي وغادي يجي وعنده حالة قوية يقول لك في حصة وحصتين، هي كذب عليك كذاب ينافقك. أتقول لي نشخص واللي يفتح الله عليا يقدر يكون الشفاء؟ أنا لا ماكش نقول لك ما يمكنش، حيت ما ندخلش في الغيب، ولكن كنتكلم بالمنطق بالعقل. حالة معقدة مركبة مش تعذر وقات كثير تبعتي برامج وموصلتي لوالو، إذا تجي بغي توصل، إذا توصل خاصك ما تحطش مسألة الوقت قدام عينك، خاصك تكون أو تكون وضع برنامج أنك تعمل الخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة بإذن وهكذا باش توصل لعلاج. باش ما يغشوكمش ويكذبوش عليكم ويديو لكم ديالكم. أنا كنتكلم واضح هاد الصراحة، كتجيب لي المشاكل ولكن كنصارح بها نفسي واللي معايا وغيري والحمد لله رب العالمين، وما كنخلوش على الناس بقوة الاجتهاد والبرامج. انا ما قلتش لها سافا خرجوا سيري، لا غادي نعرف شنو غادي نعمل باذن الله، لان الحالة تحتاج امور ان شاء الله عز وجل، وغادي بنفسها ان شاء الله وغترتاح. لكن انا كنزيد نعقد الامور. علاش؟ كشروط عليا وعلى اللي كيمشيو رقات ومعالجين باش يبقاو المرضى دائما مستفيدين. اذا المريض خصو ملي يجي ويعرف راسو فين يحط رجليه. علاش كيخليو الناس يبقاو في مسلسل قوي وكبير في مساله العلاج؟ انا كنقولها ونعاودها، الانسان حبذا، انا كنقولها وكنكررها وخذوها مني كلمه رجل ناصح لكم، الى اكتهزها من المرض شوفوا خذوها مني بالقاعده، وربما هذه الكلمه تكون هي الفصل عندكم في العلاج. كاين بعض الناس، كاين اول بعض الرقات الجانب الانساني غالب، وكاين بعض الرقات الجانب الوسطيه باش يوازن ما بين الامور الماديه والانسانيه غالب، وكاين بعض الرقات الجانب المادي غالب، ما يخرجون الثلاثه صح ولا لا؟ واشهد الله اني كنتكلم معكم بالصدق. احوال المعالجين والرقات والمراكز وغير المراكز تنقسم الى ثلاث: من يغلب الجانب الإيماني والإنساني، ومن هو وسط ما بين الجانب الإيماني والإنساني والمادي باش يكافئ يوازي الأمور، وكاين من هو عنده غالب الجانب المادي، ما يخرجش من الثلاثة. هذا هو التقسيم.
حال الرقاة والمعالجين والمراكز مع المرضى ونظرتهم إلى المريض. تقفت ثلاثة. إذن نصيحة للمرضى باش ما يتزادوش المرض على مرض، ما يوليش عنده مرض ديال المرض الروحي إذا في المرض ديال التسخسيخ والتكرفيس وتمارة خلالك تمارة وديال الجرجير. يحاول أنه يجلس، ماشي كنتكلم على راسي، أشهد الله والله ما كنتكلم، أنا ما غاديش يمكن نعمل هذا الأمر هذا وما كنعملوش، ولكن كنتكلم معكم كنصيحة، ماشي كنشوف هنا كنصيحة. الناس اللي عندي راه مشي معاهم الميور ديال الله عز وجل، وما عقلي ماشي منصب إلى الجانب المادي، ولكن أنا كنعطي نصيحة للناس من باب الخبرة، فاسأل به خبير، أنا طالع الطنجية وكنعرف شنو فيها، باش تنتافع، تجلس مع راقي أو معالج، توضع معها اللبنات الدعائم والأسس في التشخيص وفي العلاج ما لك وما عليك، وتحاول أنك تأخذ يعني عهد ووعد وإلزام على الجلسات المطولة، وتوضع رأسك في الامتحان، شوف مثلا واش هذا هو اللي كيتسمى مثلا حتى عند الفقهاء مثلا بالمسألة ديال أنك أعطيك المال ولكن مقابل أنك تشاهد معي، يعني كل واحد المسلم عنده شروطين، كل واحد الشرط، إذا انتفى الشرط انتفى الأمر، أنت باغي غير تعالج، وذاك المعالج هو نقولوا أنه مخلص ومؤمن وطيب، لكن وضع نفسه في الوسطية باش يوازي الأمور، ماشي حرام حلال، ولكن خصنا الثمر، خصنا النتيجة، صح؟ خصني أنا غنعطي، أنا غادي نعطيك وبطيب خاطر ونحبك في الله، لكن غادي تعطيني واحد الفطر اللي غنشوف فيه واحد بصيص من الامل او امل باذن الله عز وجل، وغلق راسي تحسنت. كونوا هكذا، كونوا واضحين، كونوا واضحين مع نفسكم مع الناس. نعم تفضل دخل. دقيقه الناس بغاو يدخلوا. على العموم انا كنغطي هاي واحد إشارات الله يرحم الوالدين، ماشي والله العظيم عليا، على تبقى فيه بحال هاد الناس حالتهم كثيرة، لأن هاد الناس لما كانوش في هاد الطريقة القولية واقف معاهم راه ما يتعالجوش. كن على يقين عليا وغندوزك، وأنا دوزتك الباب نتا وش الكرانطي مع الشانطي، واش الهضرة يعني مع الباب السلام عليكم، ما يمكنش. حيت هاد الناس لما كانش المتابعة خذوني باليقين، إلا ما كان خاص واحد يفهم حالتك ويتبع معك واش تماك العلاج، أجي أنا نتبع معاك ونديك جلسة وما أنا ما فهمتش، كيفاش غنفهمك؟ وليش نفهم وتمشي عند واحد آخر تعود معك من الأول؟ كاين إشكالية، إذا تبقى دائما مريض خاصك تحط اللبنة تاعك، تحط الملف تاعك وتكون عند إنسان يفهم وتتبع معاه. كيدوش على نعيم ربي، أنا كنتكلم معكم في العالم، أنا كنتكلم في العالم، ويكون ذاك الإنسان كتجلس معاك يوضح لك ها فين وصلتي وها فين وصلتيش وها العقدة فين كاينة وها المشكل فين كاين وها التقديم والتأخير فين وصلنديرو باش توصل، وكيبان لك فعلا أنك أنت عندك واحد الرأي في التصور في العلاج، كتفهم بديك كتفهم شي حوايج مكنتيش فاهمهم، وصلتي شي حوايج معاك وصلتي ليهم، هذا هو العلاج. ولا تعقدت الامور كتبحثوا على الطريقه ديال الحل، اما في الظرف في زمن العلاج ومكان العلاج في وقت العلاج اساليب العلاج كل هذه الامور، لان كنتكلموا على ناس ماشي الله كتب عليهم قوم رضى حتى الموت، راه علمه من علمه وجاهله من جاهله، الله ما كتبش على الناس قوم رضى، الله ما انزل من داء ينزل دواء، لكن خاص الانسان ذاك الترياق يقع في موضعه الصحيح، راه يقدر الانسان يبقى يشاهد معاك والله تعالى على داك الصدق اللي عنده يلهمه كلمه فتكون فتحا عظيما للانس والجن، الله تعالى يفتح ليه قلب داك اللي كان ضال بكلمه بالصدق اللي عندك انت، الله تعالى يقذف في قلبه خلاص تفتح القلب، الانسان صدق مع هذه الانسانه وصدق مع هذا الانسان كيتفتح القلب، كتسمع كيقول اشهد ان لا اله الا الله، واش تدخلتي وفتحتي بسيروت عندك، الله تعالى اللي يفتحها، لكن الصدق أسرار إلهية كتجلى في جلسة الرقية، لكن خاص الناس المرضى فقط هذه رسائل من القلب بغيت توصل للناس، توصل باش المرضى
يوصلوا بإذن الله للعلاج. أي نتبع مع مع مع, مع معالج ماشي غير ربع صاغوث. نعم نصبر معاه ماشي مشكل، نتبع معاه ماشي مشكل، لكن كنشوف راسي أني كنتحسن وأني كنتعالج، وأنه فعلا كيفهم حالتي. هذه أهم حاجة، كنشوف أن حالتي كتستاجب معاه وكيفهم حالتي، أهم حاجة. ماشي كندوز عنده المرة الأولى والثانية والخامسة والعشرة وأنا هو أنا وما كنستاجب وما كاينش إضافة وما تفتحش عليه في فهمها. إذا لم يفتح على معالج في فهم الحالة خلاص جزاك الله خير، حم والديك هو حشم يقول لك تثبت عليا الحالة، وحشم أنه يقول لك ما عندي ما نزيدك، فأنت حفظ الأماء وجوه وانصرف راشدا واذكره بالخير وبحث عن قبلة أخرى. إلى بالك فعلا اجتهد وكيضرب مرار وتكرار كلمة فتحها عليه. هذه أسرار خصنا نفهموها، الله يجزكم بخير. فإذا كان يفتح عليه بفضل الله تعالى ويفهم الحالة، واصل معه بإذن الله وحط اللبنات مع كل جلسة بإذن الله عز وجل بكل وضوح، لأنك أنت الخاسر. أنا كنقولها يبقى المريض دائما هو الخاسر، خذوا من يقين باليقين يبقى المريض هو الخاسر، لأن كما يسمى العرض كما تسموه العرض أكثر من الطلب والطلب. يعني الناس اللي كتجي هي كتبحث عن علاج أكثر، سواء ماشي كنتكلم على نعيم كنقول كذا انا باب الرقيه بشكل عام. ولهذا كنقول الان وسائل التواصل بحد انها خير هي شر، لان كل واحد كيزين بالمكياج وبالكلمات وبالعنوان وبالعبارات وبالمقاطع وبالاكشن، والناس ما كتعرفش الصدق من الكذب وما كتعرفش ان المتابعه هي اللي كتحكم، والاتيان عند الراقي هو اللي كيبين لك حقيقته وجد واجتهاد. خاصة إذن أنت لكن كل نهار يجي واحد الصفحة معينة مولاك يخسر عليها الفلوس باش يدعمها والتسويق الإشهاري والتيك توك والفيسبوك والمسائل، إلى كل نهار يجيو 50-40 من العالم هو ديما خدام، إذا شكون الخاسر؟ أنت أيها المريض. هو فاتح كلينيك عيادة خدام أنت، ولكن أي ما هي الثمرة؟ ما كاينش رقابة، ما كاينش واحد الموازنة شحال كاين عندك واحد في الأسبوع، شحال واحد كيتشافى في السيمانة ولا في الشهر، ما كاينش هادشي وما غتسناوش يكون. ولكن انت تكون رقيب على نفسك، توضع تكون ذكي في باب العلاج، حريص على نفسك، والا انت الاصابه كتاكلك انت وكتضيع لك عمرك انت. المريض ما كاين لي مر بعض المرضى بعض المعالجين راه الكرسي بمجرد وقت قراءه فقط ينتهي حياته في اي بي، لكن ولن يحمل عبره ولا دمعه ولا حزن ولا قرحه بحق المريض. انا كنقول له كنعاودها وانا عارف شنو كنقول، لهذا كونوا أنتم حريصين على علاج أنفسكم، ألزموا بأدب المعالجين حتى يعالجوكم، وإلا كل واحد يبقى خيره في جيبه ويبقى عقله مرتاح ومرتاح ويبحث عن قبلة أخرى. ما كنتكلمش أني كنقول عن نفسي وشهد الله، إنما هي نصيحة عامة حتى نجعلوا حتى الإخوة الرقى والمعالجين تكون عندهم تشمير ويبينوا بفضل الله تعالى الثمار اللي كيوصلوا لها. إيه كما كيبينوا الأكشن واللقطات وهالشي بين الثمار الحقيقية ديال العلاج وأساليب العلاج باش الناس يشهدوا بالخبرة وبالكفاءة بحق، وباش تعلم الناس بإذن الله. فقد يفتح الله على ما يجد في النهر ما يشوف البحر، لكن يبين للناس كل واحد طريقته ويبين طريقة علاجه وصدقه مع الناس بإذن الله عز وجل. هذا اللي كنتمناه، لأن حالة الناس هذه صراحة كل حالة كتجي عندي كلقى معقدة، كلقى دازت طافت في مسافات في عند مجموعة من الإخوة، فهذا كيحز في النفس، فكتشوف أن المشقات تعب لك كثير، خاصك دير برامج، خاصك دير جلسات مطولة، خاصك تجتهد، خاصك كذا، مع أن في النهار عندي 3-4 الحالات وكأن والله كأنها 20-50 حالة، عندي 3-4 والله العظيم كل حالة كأنها 10 حالات. طب الله تعالى التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قليل نجلس إن شاء الله.